احنا قلنا قبل كده ان المعادله الرمزيه ليها اكتر من اسم. رقم واحد انها بتعبر لي عن الحاله الفيزيائيه للمواد المتفاعله والمواد الجاذبه. يعني ايه الحاله الفيزيائيه؟ يعني بتقول لي اذا كانت سوليد دي بنضرب رمز اس او ليكويد او جازيوس او اكياس. اكياس يعني محلول مائي، يعني مركب دايب في الميه بنسميه اكياس، بنسميه محلول مائي. ناخد مثال عشان نفهم. عندي المعادله بتاعت احتراق المغنيسيوم فيه وفر من الاكسجين، عندي 2 ام جي زائد او 2 اداني سالب طبعا عليه حراره اداني 2 ام جي او. المعادله دي موزونه، عندي 2 مول او 2 جزيء من المغنيسيوم اتفاعل مع 1 جزيء او 1 مول من الاكسجين واداني 2 مول او 2 جزيء من ام جي او. المعادله الرمزيه الموزونه كمان بتمثل لي قانون للمعاملات الكميه بين المواد المتفاعله والمواد الناتجه، وبالتالي اقدر اضاعف المتفاعلات والنواتج او اجزئها. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا عندي 2 ام جي زائد او 2 اداني 2 ام جي او، انا اقدر اضرب المعادله دي كلها في 2 يبقى 4 ام جي زائد 2 او 2 اداني 4 ام جي او، او اقسمها كلها على 2 يبقى عندي ام جي زائد نص او 2 اداني ام جي او. الطريقه دي بتسهل لي كتير جدا ان انا اقدر احسب كميه المواد المتفاعله في مصنع مثلا او في المعمل الكيميائي وكميه المواد الناتجه بكل سهوله، وبالتالي اقدر احسب انا محتاج رو ماتيريالز او المواد الخامات يعني اللي انا محتاجها علشان اصنع ماده معينه، محتاج قد ايه خامات وهينتج لي قد ايه. وبالتالي اقدر احسب كميه المواد اللي انا محتاجها وكميه المواد الناتجه، وبالتالي اقدر احسب الفقد في المواد الناتجه او النواتج يعني، واقدر احسب كميه المواد المتفاعله قد ايه. المعادله الكيميائيه الرمزيه طبعا بتعبر لي عن المركبات في صوره جزيئات او ذرات او عناصر، لكن انا عمليا ما بقدرش اتعامل مع المركبات او الذرات بالكتل الفعليه. ليه؟ لانها متناهيه في الصغر، يعني كتله الذره او كتله الجزيء او كتله العنصر متناهيه في الصغر، صغيره جدا. احنا عندنا تعريف الجزيء ايه هو؟ الجزيء هو اصغر وحده بنيئيه للماده يمكن ان يوجد منفردا ويظل محتفظ بخواص الماده وصفاتها. اما الذره هي اصغر وحده بنيئيه للماده تشترك في التفاعلات الكيميائيه